السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية طلاب الأحباء، طلاب الصف الخامس. اليوم يا خامس بدنا نعمل مراجعة لمادة الامتحان المطلوبة. طبعا عن الوحدة الرابعة اللي هي العيش معنا معا، راح ناخذ الدرس الأول وهو درس التعاون. ما معنى التعاون؟ التعاون هو مساعدة الناس بعضهم بعضا على قضاء حاجات بعضهم بعضا على قضاء حاجاتهم. وأمر الله تعالى التعاون عبادة وجعلها عبادة. طبعا لنحكي عن أهمية التعاون، وحكينا إنه التعاون أهميات، وهي أن ننجز الأعمال بصورة أدق وقت أسرع، وتوضد العلاقات بين الناس، وتنشر المحبة، وتعم المعاملة الحسنة. وأكبر مثال على التعاون هي خلية النحل. وأيضا من أهمية التعاون أيضا تحقيق المصلحة العامة. أما الآن عن أنواع التعاون: التعاون بين أفراد الأسرة الواحدة، التعاون في المدرسة، والتعاون في المجتمع. معنى الأسرة هي رابط اجتماعي تتكون من الأب والأم والأبناء. و حكينا مظاهر التعاون بين أفراد الأسرة هي مساعدة الوالدين في أعمال منزل وتلبية حاجات الأسرة. التعاون في المدرسة طبعا تتكون المدرسة من أعضاء الطالب، المعلم، أولياء الأمور، المجتمع المحلي. وأيضا من مظاهر التعاون في المدرسة المشاركة في الأنشطة الهادفة والمحافظة على البيئة المدرسية. التعاون بين أفراد المجتمع حكينا إنه يؤدي التعاون المتماسك للمجتمع، ومظاهر التعاون بين أفراد المجتمع هو مساعدة الفقراء والمحتاجين وكبار السن. أيضا تحدثنا عن التعاون له فوائد كثيرة تنعكس على الفرد والمجتمع، منها إنجاز الأعمال في أسرع وقت، وتنظيم الجهد عن طريق تحمل كل الفرد مسؤوليات، وانتشار المحبة بين أفراد الأسرة والمجتمع، وزيادة قوة المجتمع في تصدي الأخطار، واستثمار قدرات ومهارات الفرد لمصلحة المجتمع. هل لما نتحدث عن الدرس الثاني عن كرامة الإنسان: من حق الإنسان يحيي حياة آمنة تحترم وجوده ومشاعره، وتصون ماله وعرضه، وتكرم عقله. من مظاهر تكريم الإنسان عنا العقل، حرية الاختيار في كثير من الأشياء، وقوة الإرادة التي تساعد الإنسان على تحقيق مراده. طبعا عنا كنقاط هذه مظاهر تكريم الإنسان الأربعة: العقل، القدرة على التعلم، حرية الاختيار، وقوة الاختيار، قوة الإرادة. الآن نتحدث عن احترام الكرامة الإنسانية، وعطينا مثال كيف كانت في السيرة النبوية عندنا تحترم الكرامة الإنسانية، وذلك عن طريق في غزوة بدر، كيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرى في غزوة بدر، وكيف أنه من تهن كرامتهم أمر بعدم انتهان كرامتهم، وأخلص به كل من علم 10 من أبناء المسلمين، وأعتق رقبة كل من لا يملك مال الفداء نفسه. وأيضا في المجتمع الدولي وضعت وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 لأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت تتضمن هذه الوثيقة أن الناس جميعاً أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، ولكل إنسان، وأيضاً أنه لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات، ولكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصية. مبادئ الكرامة وهي ثلاثة: المساواة، الحرية، والعدل. المساواة هي الركن الأساسي للدولة، طبعاً حكينا، وحكينا أنه هي تدعو إلى أو تشمل أنه يصير مساواة بين الحقوق والواجبات، وعدم التفرق والتمييز بينهم على أساس الدين أو اللغة أو العرق. والحرية وهي يقصد بها قدرة الإنسان على فعل الشيء الذي أو تركه بإرادته، مع مراعاة عدم التعدي على حرية الآخرين. وأيضا تحدثنا عن العدالة، ويقصد بها أن نعطي كل ذي حق حقه بغض النظر عن دينه أو أصله أو عرقه، وتحث الديانات السماوية على العدل والإنصاف. وهذه النصوص التي نص عليها الدستور الأردني، وهي المواد اللي نص عليها الدستور الأردني على احترام كرامة الإنسان، وهي الحرية الشخصية مصونة، كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرية الحياة الخاصة الأردنية جريمة يعاقب عليها القانون، وكل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته يجب أن يعاقب عمل بما يحفظ كرامته الإنسانية. أيضا نتحدث الآن عن الدرس الثالث وهو عن السلم المجتمعي. ومعنى مفهوم السلم المجتمعي هو حالة من التوافق والتعايش والوئام بين مختلف الجماعات داخل المجتمع في إطار الأخوة والتعاون بالرغم من اختلاف ثقافتها ومعتقداتها.
ويسهم السلم في تقوية العلاقات بين أفراد المجتمع مختلف فئاته ومجتمع ومكوناته، وحفزهم للعمل معا من أجل نبذ العنف وتعزيز قيم التسامح والمحبة داخل المجتمع. أيضا عندنا مسؤولية انتشار السلم المجتمعي، إن تحقيق السلم هو مسؤولية جماعية تشترك فيها جهات عدة، وهي الأسرة، المدرسة، دور العبادة، ووسائل الإعلام. وحكينا الأسرة هي اللبنة الأساسية اللي بتأثر في تنشئة الفرد، والمدرسة هي مكملة دور الأسرة، وعندنا إحنا سلوكيات إيجابية يجب أن نعززها في المدرسة، وهي احترام الآخر وتقبل آرائهم وتنمية مبادئ الحوار الهادف فيما بينهم. ودور العبادة تسهم في تعزيز السلوكيات التي تحقق السلم بين أفراد المجتمعات وتؤكد على احترام أفراد المجتمع. وسائل الإعلام يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في نشر السلم عن طريق وسائلها المتنوعة. وأيضا تحدثنا عن أهمية السلم، وهي هذه نشر الأمن، قبول آراء الآخرين، تحقيق المساواة وتماسك أفراد المجتمع وتكاتفهم. الآن نتحدث عن التنوع، وحكينا معنى التنوع هو اختلاف الجماعات. التنوع هو اختلاف الجماعات البشرية في أعراقها وألوانها واعتقاداتها ولغاتها، ولا يجوز أن ينظر إلى هذا أنه هذا عائق للتقارب والتسامح والتعايش والإيجاب بين أفراد الأفراد والشعوب. الآن كيف احترام الديانات السماوية مبدأ الاختلاف والتنوع، مثل حكينا اللي هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار اللي حدثت عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ووضع صحيفة المعاهدة مع اليهود اللي بيسكنوا في المدينة عشان ينظم العلاقات بينهم، وكفلت هذه الصحيفة الأمن وحرية العقيدة والعبادة لكل من يسكن فيها. وتحدثنا عن التنوع وقيام الدولة الأردنية، وحكينا أنه تشكلت نواة الدولة الأردنية بعد تأسيس إمارة شرق الأردن على أساس التنوع، وحكينا منهم اللي أسهموا في منهم ما إذ أسهم الجميع من عرب وشركس وشيشان وأكرد وأرمن في بناء، هؤلاء هم من أسهموا في بناء الدولة الأردنية المعاصرة. وحكينا أيضا أنه كان هذا الاختلاف رغم اختلاف ماضي لأنهم مثلوا لوحة أردنية فسفيسائية رائعة بوجودهم مع بعض، بحيث أنهم احتفظوا كل جماعة بخصائص ثقافتها من حيث الدين والعادات والتقاليد واللباس والفلكلور والطعام ومارست حرياتها بكل حرية. حكينا أيضا قاعدة اللي هي عندنا كانت تدعم أركان المجتمع، شارك الجميع في تدعيم أركان المجتمع والدولة استنادا للقاعدة الوطن للجميع والجميع للوطن. طبعا احترم الدستور الأردني التنوع أيضا، وذلك عن طريق أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم، وتكفل الدولة تعليم في حدود إمكانياتها. الآن نتحدث في الوحدة الثانية عن الوحدة الثانية، وهي الموارد الاقتصادية في المملكة الأردنية، والدرس الأول وهو الزراعة. وحكينا هل الزراعة هي العنصر الأساسي اللي بيمد الإنسان بالمواد الغذائية النباتية والحيوانية اللي بيستفيد منها في حياته. ومعنى الزراعة هي عملية إنتاج المحاصيل الزراعية النافعة للإنسان. وعندنا عوامل بتأثر في الزراعة، وهي عوامل طبيعية وبشرية، ومثل الطبيعية وفرة المياه والتربة الخصبة والمناخ الملائم، والبشرية مثل الأيدي العاملة والتقنية الزراعية الحديثة وتوفير فرص العمل ورؤوس الأموال والتسويق الإنتاجي. الآن كمان نتحدث عن أنواع الزراعة. عندنا الزراعة مطرية ومروية، وحكينا عن خصائصهم ومهمة خصائص مياه ثانية. طبعا المطرية بتعتمد على مياه الأمطار، والمروية بتعتمد على المياه السطحية والمياه الجوفية. طبعا هي بحاجة لأيدي عاملة كثيرة المروية، أما الزراعة المطرية طبعا بتركز على الآلات أكثر من الأيدي العاملة. أما المحاصيل الزراعية عندنا تتنوع، حكينا المحاصيل الزراعية حسب طبيعة المناخ. عندنا المناخ، المناطق اللي مناخ حرارتها معتدلة فيها محاصيل بتكون مثل العنب واللوزيات والزيتون، وأيضا موجودة هذه في إربد وعجلون وجرش. وأيضا عندنا منطقتها بتكون درجات حرارة فيها مرتفعة، محاصيل زراعية اللي بنزرع فيها مثل الموز والحمضيات والنخيل، ونزرعها في منطقة الأغوار. وهذه سلة الأردن الغذائية هي الأغوار، وهذه بعض المحاصيل الزراعية موجودة في الأردن. أما المشكلات القطاع الزراعي، الزحف، العمران، وتذبذب هطل الأمطار. الآن نتحدث عن الصناعة. تعرف الصناعة بأنها تغيير شكل المادة الخام لتلائم حاجات الإنسان وتفهم متطلبات المجتمع وأغراض التصدير. وتمتع الأردن بموقع استراتيجي
مناخ يسوده الأمن والاستقرار، وهذا جعله من أهم أنه يكون أهم مراكز الجذب الاقتصادي في المنطقة. وحكينا أنه يسهم أو أهمية الصناعة أنها بيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وثانيا أنه يسهم في تطوير الأنشطة الاقتصادية كالزراعة، وحكينا كيف بيحرك عجلة الاقتصاد وكيف بينشط الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وأيضا تحدثنا عن مقومات الصناعة مثل رأس المال والمواد الخام والأيدي العاملة، وأنواع الصناعة هي أربعة: تحويلية، تحليلية، استخراجية، وتجميعية. طبعا مهم تعريفاتها جميعها يا خامس. وهيك يا خامس بنكون طبعا أنهينا مراجعة المادة المطلوبة للامتحان. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. يعطيكم العافية.